حالة عجيبة من الانقسام على السوشيال ميديا بمختلف منصاتها، حالة عجيبة جدا، وخصوصا منصة اكس وفيسبوك. حالة الانقسام دي مش في مصر بس، لكن في العالم العربي تقريبا كله. الحالة بدأت من ساعة اغتيال الإسرائيلي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وشفنا اللي ترحم على حسن نصر الله واعتبره شهيد، وشفنا اللي زغرت ووزع شربات بموته وكان شمتان. مع الجدل الكبير ده طلعت معركة تانية بدأت مع الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، أو ضرب إسرائيلي لجنوب لبنان، ما بين مؤيد ومدافع عن حزب الله وإيران والمقاومة، وبين معارض وشمتان وشايف إنهم سبب جر لبنان لحرب هي كان في غنى عنها. استمرت حالة الانقسام دي حتى بعد القصف الإيراني لإسرائيل، ما بين اللي اعتبرها مسرحية واللي اعتبرها عمل مقاومة ما فيش دولة عربية عملته. الانقسام ده بيغذي إعلام وسياسيين وأنظمة. خد مثلا الرئيس اللبناني الأسبق أمير الجميل، اللي طلع على قناة العربية عشان على قناة إيه؟ العربية، أيوة، عشان يقول دي حرب ما لهاش دعوة بيها. اسمع أمير الجميل بيقول إيه؟ عن قضية الانسحاب الجيش اللبناني، فمن الطبيعي أن ينسحب الجيش اللبناني لأنه الحرب ليس حربه، ودولته بالذات منا معه في هالمواجهة هذه، طالما أنه الحكومة السلطة اللبنانية مقسومة على نفسها وليست متضامنة تماما في مساندة الجيش اللبناني. نعرف تماما هذا الأمر. الحرب الدائرة هي حرب حزب الله، هو الذي أعلنها وهو الذي يخوضها وهو الذي يتحمل نتائجها بالكامل. فلا أعتقد أن الشعب اللبناني فهو الضحية، ضحية تلك الحرب، وليس المشارك فيها، وإنه هو الشعب اللبناني الذي يدفع. بس طبعا النغمة دي هي النغمة اللي عايزها الأنظمة العربية وعلى رأسهم السعودية. نشطاء كتير على السوشيال ميديا هاجموا إيران، واعتبر أن إيران هي السبب في العدوان اللي بيتعرض له 4 دول عربية حاليا، وده اللي كتبه المحامي الأردني سند قال 4 دول عربية، لبنان وسوريا وبغداد واليمن، تقصف الآن بسبب إيران وأتباعها، والمنطقة تتجه نحو ساحة قتال مفتوحة ودائرة عنف تتسع وستشمل الجميع إن لم يتم إيقاف إسرائيل وإيران. طبعا السعوديين بقى أخواتنا، بقى السعوديين معروف عداوتهم لإيران، استغلوا الفرصة وحاولوا يوقعوا بين حزب الله وإيران بأنهم يتهموا طهران إنها بعد الحزب، زي ما عمل حساب ابن عسكر اللي قال دخل الجيش الإسرائيلي لبنان رجلا، أين إيران؟ أين الجحش الشعبي؟ اختفى حزب الله، أين محور المقاومة؟ ما تفهمون الدرس إلا بالواقع، أنتم حطب للفرس يعني، فقد تم بيعك من إيران، ردد وراي لا تستحي تم البيع من إيران. لكن الدكتور محمد المختار الشنقيطي أستاذ العلوم السياسية رد على اللي بيتهم حزب الله بأنه السبب في اللي بيحصل للبنان، بأنه ده تمن بيدفعه عشان وقوفه مع غزة. قال الدكتور محمد المختار يدفع حزب الله ويدفع معه لبنان ثمنا فادحا لموقفه المبدئي البطولي المساند لأهل غزة، فنصرتهما اليوم واجبة على كل مناصر لغزة وأهلها وكل ساعي لوقف المذبحة المسلطة عليهم منذ نحو عام كامل. في فريق تاني اعتبر أن دخول إسرائيل للبنان هيكون مقبرة ليهم، وده اللي قاله الدكتور مأمون فندي أستاذ العلوم السياسية، اللي راهن على ان هزيمه اسرائيل في لبنان هتحصل. خلينا نشوف كده قال ايه. اسمع مني جمله: اسرائيل ستتراجع، التفوق الجوي لن يصنع شيئا في الميدان، ولا تشاهد قنوات العربيه لانها تنقل عن السي ان ان واكسيوس وسائل الدعايه الامريكيه الاسرائيليه. ستهزم اسرائيل في لبنان وعندي معك رهان، وفي هذه المعركه لن يجتاح حزب الله يحتاج دعما من أحد حتى من إيران، فلا تتصور أنهم يحتاجونك، اشتري كيس فشار وتفرج على الجيش الذي لا يقهر في الحرب البرية. نشطاء من الفريق ده نشروا فيديو لجنود إسرائيليين حاربوا قبل كده في غزة وإزاي أنهم في حالة انهيار من اللي شافوه. نشوف الفيديو ده كده. هايتي بكرام شلي أنا شي مسرفين، أنا تخيخوت كما يسرخو
אנשים מסרפים. למה? למה אני צריך לעשות את זה? למה? מה קורה לכם? מה קורה לכם? תפלו בנו כבר. זעקת הלומי הקרב הגיעה היום לכנסת. 20 נפגעי נפש שמו קץ לחייהם בגלל שלא היה מענה והייתה הזנחה קשה של המשרד. לאחר מותו המצער של בר קלף שהצית את עצמו בשבוע שעבר ומת מפצעיו, ומותו של אור דוניו, גם הוא הלום קרב מוכר, התכנסה היום השדולה להלומי קרב בכנסת לדיון מיוחד באמצע הפגרה. דניאל אונסר, הבן של רונן סער, הוא כבר חודש נמצא במצב של צמח. למה? כי הוא התאבד, ניסה להתאבד לפחות בפעם ה-10-11. יש שאלות שאני לא יכול לישון. אם אתם רוצים, יש לי פה סרטון של אבא שלי תולט עצמו מול אגף השיקום כדי שיכירו בו. למה? למה אני צריך לראות את זה? למה חייל בעזה שנמצא בפעילות צריך לקבל שיחות מהאנשים שאומרים לו תפתח עכשיו את הפייסבוק, יש לייב, אבא שלך מתאבד? למה אני צריך לראות את זה? למה הם לא מקבלים טיפול? למה הם לא מקבלים טיפול? למה המשפחות לא מקבלות טיפול? למה אני צריך לסבול את זה? שמשרד הביטחון ייקח אחריות ולא ישאיר אותנו תלויים. אבל אם הוא משאיר אותנו תלויים, אז הנה, אני תליתי לבד. תלו אותך והכל ממשיך פה כרגיל. בקבוצות של הלומי הקרב יודעים לספר על עוד ועוד מקרים, על הלומי קרב שלא הצליחו להחזיק מעמד והתאבדו. ده كان فيديوهات الجنود المصابين بصدمة في غزة. فما بالك بقى في جنوب لبنان. في عز العركة اللي شغالة دي على السوشيال ميديا فوجئنا بالرد الإيراني العنيف على إسرائيل. خليني بقى أزعل لك فيديو جديد تم إذاعته للمسؤولين الإيرانيين هم بيدوا الأمر بقصف إسرائيل رداً على جريمة اغتيال إسماعيل هنية. خليني أوريك الفيديو ده يمكن أول مرة نعرضه هنا. إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم و یشف صدور قوم مؤمنین. سردار حاجی زاده برادر عزیزم فرمانده نیروی هوافضای سپاه به اذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سلشکر پاسدار عباس نیلفروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان. الفيديو ده اذاع النهارده لمسؤولين إيرانيين وهم بيدوا الأمر بضرب إسرائيل. في عز العركة دي فوجئنا بالرد الإيراني العنيف على إسرائيل من خلال قصفها زي ما بالفيديوهات أو وسائل الإعلام صورتها كده. راح المطار راح مطار مطار يا أولاد مطار ربط ما. لكن رغم كده وده القصف الوحيد اللي تعرضته دولة الاحتلال حتى لو هزار، لكنه أشعل خلافات وانقسامات برضو بين النشطاء على السوشيال. فريق كبير قوي مدجج بإعلام السيسي وإعلام محمد بن سلمان شاف إن الرد ده مسرحية من إيران ومتفق عليها مع إسرائيل. وده واحد من السعوديين ناصر الفراعنة اللي قال أهو لحفظ ماء الوجه صواريخ خالية من الرؤوس المتفجرة يا شعوب غبية مستحمرة، ما هذه الصواريخ التي لم تقتل لو عجوزا من عجائز إسرائيل، لو أن كل شخص بسق على إسرائيل لغرقت إسرائيل، فما بالك بصواريخ. إنها مسرحية كمسرحية الانتقام لمقتل قاسم سليماني والتي فضحها ترامب. لا وكمان حسابات سعودية من أكتر الناس بتهاجم إيران وصفوا القصف ده بأنه مسرحية ونشروا صور كاريكاتير بتسخر من صواريخ إيران. آدي الكاريكاتير أهو بيسخر من صواريخ إيران، بيقول له لا ما تردش مش عارف يعمل إيه يعني دكتور جوار إبراهيم. وفي اللي كتب حوار تخيلي إزاي إيران بتستأذن إسرائيل وتتفق معها قبل الضربة زي ما عمل أحمد اللي كتب أهو مسرحية إيران وإسرائيل. إيران قالوا إسرائيل ممكن نخصفكم لحفظ ماء الوجه، إسرائيل عادي حبيبتي بس تكون في أراضي فاضية وصواريخ برؤوس أسمنتية، إيران أوكي ما تشيلوا هم يا قلبي خلال 3 ساعات بنطلق الصواريخ انتبهوا لنفسكم. ظريف.
لكن رغم انه الحوار تخيل، لكن ترامب حكى انه ادى ازاي حصل بعد مقتل قاسم سليماني، وازاي ايران نسقت مع امريكا ردها. ده اللي قاله ترامب فعلا. All this up and they said, listen, we have no choice. We have to hit you because we have our own self-respect. And I understood that. We hit them. They got to do something. We're going to launch 18 missiles at a certain military base that you have. And you remember that night. Interesting night. I was the only one that wasn't nervous because I knew what was going to happen. They told us that don't be concerned. We're going to launch 18 missiles at your military base, but none of them will hit the base. These are very accurate missiles. These are missiles that essentially never miss. They're very reliable, very accurate. Five of them blew up in the air, didn't make it, and the others hit outside the base area. You remember that, Louis, you were there, right? Louis was very nervous. I wasn't nervous because I knew something that Louis didn't know. So they told me that they were going to hit us, but they just had to do it. Now, I never told that story before, but you know what that story is about? Respect for our nation. Respect for our nation. وكتير نشروا صواريخ من اللي وقعت على أراضي فاضية وقالوا إنها مش بتحمي الرؤوس التفجيرية خالص أصلاً، زي الفيديوهات دي. وتلمع الحساب بقى، الحكاية بقت زيطة. أبواء النظام في مصر هم كمان غنوا نفس اللحن وقال لك ده فيلم كبير قوي، زي ما كتب أحمد الطهري اللي أخد فلوس كتيرة جدا في حاجة اسمها مجموعة قنوات الإخبارية القاهرة الإخبارية وفشلت. علينا أن نستحدث مصطلح آخر غير الردع حتى لا يفقد المصطلح قيمته، ليكن إزعاج ناري دون خسائر. الوهم بيريح بعضهم، الحقيقة تؤلم صاحب العقل. وانت صاحب العقل، أحمد الطهري ده أخذ فلوس كتيرة جدا، ميزانية ضخمة، عشان يعمل مجموعة القاهرة الإخبارية وفشلت. الفريق التاني اللي داخل معركة على السوشيال ميديا ما سابش كلام الفريق يقول مسرحية بس، سابوا كده بالسهل، لا، ردوا عليهم بأنهم يرددوا نفس كلام الإعلام العبري، وقالوا لهم الكلام ده، قالوا لهم يتناول المطبعون والعملاء قضية الرد الإيراني بأنها مسرحية، وبأن الصواريخ الإيرانية أصابت مناطق سكنية، وبأنها لم تؤدي لأي قتلى ضمن المناطق التي سقطت فيها. نتمنى أن تقوموا جميعا بهكذا مسرحية وتفرحوا قلوب الشعوب العربية والإسلامية، وستكونون قبلة لأكثر من مليار عربي ومسلم. للأسف نسبة الغباء المرتفعة عند الإعلام العبري والأدوات الصهيونية مضحكة وتثير الشفقة فعلا. اللي بعده، هذه الصور تظهر محركات الصواريخ وخزان الوقود الذي يحترق أثناء إطلاق الصاروخ وينفصل عن الرأس المتفجر قبل وصول الهدف. عليكم أن تبحثوا عن الرأس المتفجر والذي يعادل ربما طوله 3 أمتار وأكثر، لأن تقوموا بنشر صور المحركات وخزان الوقود الذي احترقت كل المواد الدافعة أو الوقود والتي أوصلت الصواريخ إلى الأراضي المحتلة. ونشر الفيديو، ودي صور نشرها اللي قال إنها مش للصواريخ اللي بدون رؤوس متفجرة، لكنها محركات الصواريخ وخزان الوقود زي ما قال. أدي الصور أهو قدام حضراتكم. وفي منهم اللي رد على الزوايا الإلكتروني السعودي وقال لهم لو محمد بن سلمان رمى زلطة كنت هللته، زي ما كتب الأستاذ أحمد عبد العزيز. إلى الذين يقولون أنها مسرحية، صواريخ بلا رؤوس متفجرة، بومب، لو أن محمد بن سلمان رمى زلطة بحجم حبة الزيتون تجاه الكيان الصهيوني وسقطت في حجره، لوصفها مشايخ السلطان وقناة العبرية وإخواتها والزوايا الإلكتروني بحجارة من سجيل. أما وأن الأمر ليس سوى مسرحية، فيلم لا يقدم الأشاوس العرب لنا مسرحية ممثلة كل ليلة حتى ينسى أطفال غزة مأساتهم ولو ساعات. صحيح، هو السؤال ليه ما بيقدمش أشاوس العرب مسرحية زي دي يخففوا بها حتى عن أطفال غزة اللي يكفي فرحتهم بالصواريخ اللي اتضربت على إسرائيل، زي ما كتب حساب باسم موسى، قال والله لو أنها مسرحية بس أشوف طفل مثل هذا مرت عليه سنة من الخوف والجوع والعطش والحصار، والله يعلم كم فقد من عائلتي، فرحان بهالشكل رح أبوس إيدي المؤلف وكل الممثلين. وده طفل من أطفال غزة، شوف فرحان قد إيه بالصواريخ
المسرحية. شوفوا الفيديو ده. احنا لازم نضرب كلابيب باي وقت وباي حين، لازم ننويها ناهي، لازم ننوي اسرائيل. ولبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله. ايش شفت انت اليوم؟ ايش شفت الليلة؟ تاريخ من كل شيء جميل، نازل على اسرائيل وعن السريع. طب انت لبيب خصيصا. طب انت ليش طلعت في الليل؟ ليش طلعت في الليل؟ صحابك عشان بس نازل على اسرائيل. المناطق باتت تشهد فرحا كبيرا من الاطفال في هذه المناطق ورسائل على الاطفال في هذه المنطقه بانهم فرحين. يا عم اعمل حاجه فرحنا بيها حتى لو مسرحيه، يكفي بس منظر الصهاينه وهم مرميين على بطونهم والذعر والفزع راكبهم. مش انا اللي بقول الكلام ده، ده ميرنا. ميرنا بتقول طب والله لو مسرحيه، ربنا يكتر من عرضها. كفايه منظرهم وهم مرميين على بطونهم في الشارع من الفزع، وبيضربوا الانذار وبيقفلوا المطارات وبوارجهم بتولع. كفايه فرحه اهالينا اصحاب الارض وهم باصين للسماء وكانهم بيتفرجوا على فاير ووركس. لو المسرحيه مش عاجباك اطفي التلفزيون، انت كده كده جمهور صامت من زمان. الله عليك يا ميرنا والله. لا اقول له انت كده كده ما لكش لازمه. اللي حصل مش مسرحيه، بدليل الخسائر الكبيره اللي اتكلم عليها اسرائيل. ده اللي كتبه عمر، بيقول الحقيقه لن يعلمها الا الله. لكن انا مش شايف انها مسرحيه. السيناريو الاوقع ان ايران بتضرب بالعقل في اماكن عسكريه او جنبها وبتتفادى البنيه التحتيه، يعني بتعلم عليها مش بتعوره. لكن بتفرج اسرائيل ان القبه بتاعتكم بلح، وان اسرائيل تقول ان ما عندناش خسائر خالص واحنا شايفين الانفجارات على الارض بعينينا، معناها انها مخبيه ارقامها زي ما كانت بتعمل مع حماس. الارقام الثانيه مرعبه، خسائر اقتصاديه، هجره جماعيه من اسرائيل بلا عوده بلا عوده. اللي اتعمل في سنين عشان يقنع اليهود ان ده ملاذهم الامن طار في سنه. ابلغ وصف على الصمت العربي وكمان وصف على اللي بيحصل ان ده مسرحيه، كتبه ناشط مصطفى عادل، وقال لو كانت صواريخ اسرائيل صواريخ ايران مسرحيه هزليه فالصمت العربي فيلم بورنو. بسيطه، لو كانت صواريخ ايران مسرحيه هزليه فصمت العرب فيلم جنسي، فيلم اباحي. الخلاصه كتبها محمد اللي وصف بيها حاله الامه العربيه والاسلاميه البائسه، قال لما يتاخر الرد يستهزئون ويرددون بسخريه، اين الرد؟ بينما هم اولى بالقضيه من غيرهم. واذا جاء الرد قالوا مسرحيه، وإذا كان الرد قاسياً قالوا أدخلنا المنطقة في حروب عباسية. وإذا تبين لهم أنهم جادون في الانتقام لأجل القضية قالوا اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. كأنما القضية ليست قضيتهم، ولا هي في الأساس دفاعاً عن عروبتهم ودينهم وإخوانهم وعقيدتهم. يا ترى ماذا حصل لهذه الأمة البائسة؟ ماذا دهاك أيتها الأمة القعيدة حقا؟ إذا فقد الإنسان كرامته يصبح مزعجا بشكل لم يخطر على البال. وصدق اللي قال اللي اختشوا ماتوا. في واحد تاني قال لك وانتوا مليار ونص سني، ليه محتاجين مش عارف من كام مليون شيعي انهم يدافعوا عن المليار ونص؟ ولما يجي المكان مش عارف الشيعي يضربوا صواريخ المليار ونص سني اللي قاعدين على الدكك يقعدوا يتريقوا؟ حد قال في المعنى ده يعني؟ انما الراجل ده صحيح، الراجل الاخير ده عبقري. اذا تاخروا في الرد نتريق، واذا ردوا رد قاسي نقول جروا البلد لحرب، وإذا رد رد جامد قوي يقول لك اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وإذا الرد ما كانش قوي يقول لك بص يا عم دي مسرحية. في كل الأحوال العالم السني بقى بصراحة مسخرة، والعالم العربي بقى مسخرة أكبر. المشاهد معروفة كويس قوي في التاريخ، قصص تبادل الاتهامات ومحاولة إظهار كل واحد على إنه حكيم وإنه لو كانوا عملوا كذا لكان كذا. كل الأزمات بتحصل فيها القصص دي،
كل الانقلابات والثورات بتحصل فيها القصص دي، عشان تفضل الأمة العربية تايهة مش واثقة في أي قرار، واقفين طابور مستنين الدور هيجي على مين، ويا ترى حجته هتبقى ايه؟ هيقول المقاومة السبب، ولا هيقول الطابور الخامس والسبب، ولا هيقول الربيع العربي والسبب، ولا هيدور على سبب جديد؟ الحقيقة باينة زي الشمس. أنا قلتها لك هنا من كام يوم، عدوك مستضعفك، شايف حكامك خونة مسكين الدول العربية، وشايف الشعوب حمير مقهورة ساكتة ميتة. عدوك شايفك زي ما قال الحخام في أول الحلقة كده، حمار لازم تتضرب. أنتم يا أمة إسماعيل مجموعة من التعابين والأفاعي والحمير، لازم تتضرب، لازم تتضرب عشان تمشي. سنة كاملة بيفعل الأفاعيل في أهل غزة تجويع، قصف، حصار، مذابح، والعرب بيساعدوه، وجنرالات الشاشات قاعدين يحللوا لنا، إبراهيم عيسى وأحمد موسى والسعوديين وقناة العبرية السعودية، مش حاجة، والشعوب مش تعمل حاجة، بس زي متفرجين ماتشات الكورة كده. يا سلام لو كان لعبها كده، لو كان غطى عليه، لو كان طلع من الأوفسايد، بس هو لو نزل الملعب مش هيلعب، صحته ما تساعدش، مش مؤهل. إنما يقعد في المدرجات أو على الشاشات يقعد ينظر. إحنا بقينا زي محللين الكرة بالظبط، حالنا عدم. محللين الكرة إما إنهم ما مارسوش كرة خالص، أو إنهم كانوا بيمارسوا الكرة وكبروا وعجزوا وما قدروش ينزلوا يلعبوا، ولا ربى كرش، ولا عنده لين عظام، ولا جاله السكر، فيقعدوا على الشاشات بس يقولك لو المدرب كان عمل كذا، لو اللعيب ده كان خدها كذا. الشعوب العربية كلها بقت محللة كورة، جنرالات، يقولك دي مسرحية. مسرحية يا رئيس، عملت ايه الصواريخ؟ بس هو ما عندوش استعداد، ومش مؤهل انه ينزل يلعب، مش مؤهل انه ينزل يجري، يتفرج بس، يعلق بس، او يعمل زي مدام احسان شريف في الفيلم اللي وريتهولك، ام العروسة، يمصمص شفايفه بس، مش عاجبه حاجة. سؤال بقى حضرات، ليه العدو في وسط كل ده ما يطمعش بباقي الأرض العربية؟ يطمع. أنا عايز أقول لنتنياهو من هنا، دي فرصتك التاريخية إنك تحقق نبوءة التوراة وتعمل إسرائيل الكبرى، من النهر إلى النهر، من النيل إلى الفرات. دي فرصتك، لن تجد يا نتنياهو في تاريخ العرب حكام زي اللي موجودين تاني، ولن تجد يا نتنياهو شعوب عربية زي اللي موجودة دلوقتي. كمل كمل، مد، احلم، مد رجلك. دي فرصة تاريخية لكل الصهاينة انهم يحققوا نبوءة التوراة في تحقيق دولة من النيل الى الفرات. صدقني قسما بالله لو دخلت القاهرة لتجد من يستقبلك بالورود. والله لو رحت القبر الرسول عليه السلام هتجد من يبرر ليك وجودك في القبر. ما تقلقش ما تقلقش، احنا لدينا فلوس بنصرفها عشان نحقق نبوءة التوراة، ولدينا جيوش عشان نحقق نبوءة التوراة، ولدينا إعلام عشان نبرر أي حاجة تعملها إسرائيل. كمل يا نتنياهو، دي فرصة تاريخية لكل الصهاينة، ليه ما تطمعش بباقي الدول العربية؟ ده السؤال لنتنياهو وللشعوب العربية.